وعن ابتزاز النساء وجلبهن إلى التنظيم، تحدثت رئيسة الكونغرس الإسلامي الأمريكي زينب سويج كيف يقوم أفراد داعش بانتحال الشخصيات عبر الإنترنت والحصول على المعلومات والصور الشخصية للفرد من خلال عمليات القرصنة والتي يستغلها بغرض الابتزاز. يستقطبون شخص معين أو يأخذون صور معينة أو يتم هاك كمبيوتر مثلاً وأخذ الصور، ومن ثم تجنيد النساء بهذا والتحدث مع الأشخاص، وأيضاً تجنيد الرجال خصوصاً إذا كانت مرأة على الطرف الآخر، فيتم استقطابهم وجلبهم حتى ينفذوا رغبات داعش سواء في بلدانهم أو يأتون بهم إلى أماكن تواجد داعش سواء في سوريا أو في العراق.